هذا الملتقى كان فرصة باش نناقشوا إشكاليات السكن في القرية وفي الحواضر ديال سميتو، وخرجنا باتفاقيتين مهمتين اللي غادي نجوا إن شاء الله واحد غلاف مالي مهم لا يقل عن 110 ديال المليار ديال السنتيم في هذه الولاية إن شاء الله. قلت لا يقل لأن الجهة مرشحة ترفع مساهمة ديالها واطراف اخرى غتدخل في الاتفاقيه ان شاء الله باش نبلغوا واحد الكتله حاليه جماليه اللي من خلالها نخلوا نخلقوا واحد الديناميه في الاصلاحات ديال هذه القرى وهذا الاسم. لكن كما قلت للساده الرؤساء عندنا فرص اخرى باش ننميو امكانياتنا الذاتيه ومداخلنا الذاتيه ونعزوا ديناميه الاصلاح في هذه المراكز وفي هذه المدن من خلال خلق شركات ديال التنميه في المجال ديال العقار تجزئا وبناء الى اخره. وكان الحمد لله كان تجاوب ولاحظوا بانه كان واحد الاستعداد كبير معنوي باش ندخلوا في التجربه ونعطيوا الدرعه واحد التميز على مستوى المقاربات ديال اصلاح الاوضاع ديال العالم القروي.